لا 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 نعلن ان الخيال ياسر حماد هو الخيال الواعد ابن عكا الذي حصل على اكثر مراتب اولى هنا في ميدان هيبودروم الغريفات. ولهذا السبب نحن نعلن ان الخيال ياسر حماد هو خيال افضل خيال لهذا الموسم لعام 2010. الاخ موفق الغريفات والاخ عابد حمارشي يسلمون كاس للخيال ياسر حماد على انه افضل خيال. هنا تصفيق الشباب للخيال ياسر حماد من عكا. واخ غازي حماد اخ المدرب والمالك غازي حماد ابن عكا هو اكثر خيال حصل على مراتب اولى في ميدان هيبودروم الغريفات. نذكر ان من يحصل على المرتبه الاولى له هديه تهجين على الحصان ال تي في نيجر سي ابن الفحل روجر اي ام دبليو نيجر سي للمالك محمد زهدي من الناصره. كمان مرة اخوان لاصحاب الامهار الاناث لحد ثلاث سنوات من يحصل على المرتبة الاولى له هدية تهجين على الحصان ال تي في نيجر سي وابن الفحل روجر اي ام دبليو والام خامل تي بي اي نيجر سي هو ينحدر من افضل سلالات في عالم السباقات والميادين هو من سلالة الحصان مسقاط وصالون. بنت الفحل كلاسيك رشيدة الأم صخرة بطنافاتا للمالك عوفر غراز والمدرب أيضا عوفر غراز والخيال أياس أبو جبل تحمل رقم واحد. بنت الفحل العابر الأم عتيكة للمالك ياسر نعامي الخيال المدرب وهذه النمرة أكرم حجرات تحمل رقم اثنين. سلطانة النهار وبنت الفحل سلطان النهار الأم عتيكة وزيرة المالك فايز سواد الخيال ياسر حماد والمدرب فايز سواد. الأعصاب مشدودة والأهداف معدودة وفعلا إخواني ينطلق الشوط السابع على بركة الله. الشوط لقب بطولة بطولات عام 2010-2011 هنا في ميدان الدولي هيبودروم الغريفات. رشيدة الناصر وصبحة أمين تنتزع الصدارة من البداية. سلطانة النهار تترقب من الخلف المهارات بالمراحل الأولى من السباق. ما تزال رشيدة الناصر متصدرة على صبحة أمين بنصف الطول المنعطف الأول. ما تزال رشيدة الناصر متصدرة هذه المجموعة. صبحة أمين هذه المباراة نذكر أنها تنطلق فقط في الأمتار الأخيرة. صبحة أمين ورشيدة الناصر صبحة أمين رشيدة الناصر وسلطانة النهار الخط المستقيم. رشيدة الناصر من الداخل صبحة أمين تأتي من الخلفية وسلطانة النهار لكن صبحة أمين تأتي بالتنازل على المرتبة الأولى 150 متر على خط النهاية لكن ما نعلم ستحصل على المرتبة الأولى وها هي صاحبة المرتبة الأولى رشيدة الناصر بنت الفحل كلاسيك رشيد الأم صخرة بطنة فاتة والخيال أياس أبو جبل تحصل على المرتبة الأولى. صفحة أمين تحصل على المرتبة الثانية مع الخيال أكرم حجرات وسلطانة النهار بالمرتبة الثالثة مع الخيال ياسر حماد. والمالك عوفر براز الخيال المخضرم ياسر أبو جبل والمدرب عوفر براز حصلت على لقب بطلة بطلات عام 2010 للأمهار الإناث فئة الإناث لمسافة 1000 متر. الأخ إسماعيل من مشيئة زبدة يسلم كأس المرتبة الأولى لرشيدة الناصر ولتسويق الشباب لرشيدة الناصر. كل الاحترام ياسر أبو جبل على هذا الإنجاز. ما زال طفل مار عفر براز وبعليم بها ميمة لصيخة رشيدة الناصر
قال كيما عليك برازة وعبيش الأثر برازة مازال توب عليك برازة على مقام ريشون اتمنى تبارك بار عليك برازة هلا ماتيكا الملك ياسر رعابي الخيال المدرب أكرم هجرات حصلت على نائبة بطلات النهار الإناث اللي حفل الصروات شوط الإناث مسافة الألف متر الأخ المنطقة غرفات وصل الكأس المرتبة الثانية الأخ محمود أبو الحي مسلم كأس المرتبة الثانية لصبحة أمين والتصفيق شباب لصبحة أمين ياسر نعامي وأكرم حجرات مبروك حبايبي أهلا وسهلا بكم الخيال ياسر حماد حصلت على المرتبة الثالثة الأخ أبو النصر غرفات أبو موسى مسلم كأس المرتبة الثالثة لسلطانة النهار صورة تذكارية من موقع نورس أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا وسيم سواعد أو جواميس مبروك لفايز سواعد منها الأحسن منها إن شاء الله.